Alaikum and a very good day to all of you. This is Dr. Mustafa speaking. Assalamu alaikum jami'an. Rahab bikum ajmal tarhib. طلاب طب الأسنان. هاي المحاضرة الأولى اللي باللغة الإنجليزية. صراحة أنا راح أطرق لعدة مواضيع. راح تكون هي محاضراتي على شكل PowerPoint وبعدين أخزنها على شكل PDF وأصورها يعني تصوير أوديو أوكي باستخدام السلايدات اللي أعرضها عليكم إن شاء الله. راح نتناول طبعا بالنسبة لكم طلاب طب الأسنان مصطلحات وخلي نقول اللي تخص الأسنان وبالإضافة إلى الأمراض اللي ممكن تواجه الشخص اللي عنده مشكلة خلي نقول بالأسنان يعني خلي نقول تسوس البقية اللي خلينا نقول السيرجري مثلا قلع سن حشوة سن شنو معناه بالانجليزي اللثة المشاكل تصيب اللثة مثلا نزيف حتى لو كان الجسر او خلينا نقول حتى شغلات التجميل اللي يسووها بالاسنان مالتهم كتبييض خلينا نقول ابتسامة الهوليودية اللي هاي الدارجة حاليا. فراح نتناول يعني عدة مواضيع. أنا صراحة سويت سيلبس اللي هو نسميه المنهج مثل ما سويت الطلاب الفارماسي الصيدلة أوكي، بس بعد يعني حاليا في طور أنه أكمل المنهج مالتكم يعني مثلا الميثودز المتبعة طريقة التدريس راح تكون هي على شكل خلينا نقول various terminologies هي مصطلحات أو pharmacy طبعا بالصيدلة انتوا عندكم الدنتست general definition of prescriptions of medicine اوكي medicine يعني مثلا خلينا نقول الوصفات الطبية العقاقير المستخدمة الطبية مثلا ناخذ فد نوع معين يعني بالفارماسي. بالطب الأسنان ايضا نفس الشيء راح نتناول terminologies of dentist يعني مثلا على سبيل المثال انا صراحة ماكو كتاب حسه حاليا يعني جوا ايدي انه استخدمه لكن بطريقتي الخاصة أنه يعني دور على المصطلحات أو على الشغلات اللي يحتاجها طالب طب الأسنان يعني مثلاً أنا عندنا طبعاً الصور يعني معززة بالصور حتى تكون عندكم واضحة بالعربي والإنجليزي أيضاً. مثلاً أخذنا أنا كتاب مع الدكتور عصام الجوراني اللي هو موضح هواي شغلات خاصة بالأسنان أوكي يعني مثلا هنا شمعات الدنتست شمعات الدنتال بروفيشنالز الشغلات المستخدمة مثلا بالتعابير الاصطلاحية الطبية يعني مثلا على سبيل المثال هنا السافكس والبريفكس احنا عندنا بالانجليزي السابقة واللاحقة من نريد نخليها مثلا على سبيل المثال بنستخدمها بالطب راح تكون غير شكل يعني تنطينا معنى غير شكل يعني مو مثل اللي نستخدمه احنا باللغة الانجليزية يعني مثلا خلينا نقول على سبيل المثال يعني مثلا كلمة مثلا مثلا development او عفوا مثلا complete incomplete او مثلا understandable نضيف ال ABLE نضيف ال TION خلينا نقول مثلا classification مثلا هي classify كلمة هي classify من نضيف لها TION تختلف اوكي individualism من نضيف ال SIM ايضا تختلف الـ ISM تختلف هذا بالانجليزي احنا اللغة الانجليزية طبعا بينما هنا بالطب راح تختلف من اضيف prefix او suffix راح تعطيني معنى اخر يعني مثلا مثلا على سبيل المثال هنا موضح مثلا خلينا نقول مثلا هنا مثلا BI اوكي هاي prefix هي BI معناتها two or double okay من نضيف لها الكلمة هي bifurcation bifurcation يعني راح يصير ثنائي تفرع أو متشعب okay نعم مثلا monomer مادة تستعمل في صناعة الأسنان هي MON أو MONO يعني واحدة فقط تنطي معناها هي المادة واحدة تستعمل في صناعة الأسنان يعني مثلا هيك نتناول يعني for example على سبيل المثال هالمصطلحات بالإضافة إلى طبعا هنا أنا مثلا نوضح الفك العلوي الفك السفلي القواطع خلينا نقول الطواحن سموها
اوكي شنو معناته المولرز، شنو معناته البريمولرز، هواي اكو مصطلحات صراحة يعني تستخدم بطب الأسنان. اوكي مثل هنا مثلا عندك سنترال انسايزر، شنو معناته سنترال انسايزر، لاترال، كانيون، سكند بريمولر، فيرست مولر، سكند مولر الى اخره. يعني طبعا راح تكون موضحة بالصور حتى تكون عندك واضحة، توصل لك الصورة بشكل اوضح. المهم راح نبدي بالمحاضرة مالتنا حتى ما نطول وتكون محاضرة واضحة، هي الترمينولوجي يعني المصطلحات. نستخدم على سبيل المثال يعني مو رأسا نبدي بالأسنان، يعني various terminologies of human body، وبعدين نتناول dental terminology. الhuman body system، جهاز الإنسان، هو the human body is organized in several levels، مختلف يعني عندك طبقات مختلفة from the simplest to the most complex. يعني كي جهاز الإنسان يبدي من شغلات مثلا خلينا نقول بسيطة إلى معقدة، هي مثلا the cells، الخلايا the basic unit of life، the tissues هي الأنسجة، okay clusters of cells performing a similar function، organelles، okay الأعضاء مثلا وظيفتها made of tissues that perform one specific function، organ system، okay الأجهزة مالت الأعضاء هي groups of organs that perform a specific purpose in the human body، okay هاي معنات الـ cells، الـ tissues. human body system مثلا خلينا نقول ناخذ على سبيل المثال الجهاز العصبي nervous system اسمه. the purpose هو شنو الغرض مالته؟ to coordinate the body's response to changes in its internal and external environment. يعني شلون جهازك العصبي يستقبل أو يستجيب للتغييرات اللي تصير الداخلية والخارجية. فناخذ احنا الـ major organs and their function. مثلاً إذا الجهاز العصبي الكومنين يعني مثلاً brain والدماغ control center of the body، spinal cord اللي هو الحبل الشوكي، okay sends instructions from the brain to the rest of the body and vice versa، يعني بالعكس يعني يرسل إشارات أو تعليمات خاصة من الدماغ إلى باقي الجسم. والnerves اللي الأعصاب conduct impulse to muscles يعني نبضات للعضلات throughout the body، okay. فهاي خلينا نقول المصطلحات الدارجة بالجهاز الجسم الإنسان. مثلاً على سبيل المثال نأخذ lungs، نقول هي الرئة، taking oxygen O2 and expels carbon dioxide، يعني تأخذ الأكسجين وتطرد ثاني أكسيد الكربون. diaphragms اللي هو خلينا نقول الحجاب الحاجز، diaphragms الجيمة اللفظ، ما هي المسل that helps us breathe in and out، okay يعني نتنفس ونطرد النفس. الكدني اللي هي الكلى، okay helps filter waste from the blood، okay شغلات اللي خلينا نقول الزايدة من الدم. البرين مثل ما قلنا، الليفر اللي هو الكبد، okay secrets bile that helps digestion، okay ولو الهضم يعني يقصد به ساعدنا على الهضم. الهارت اللي هو القلب، stomach اللي هي المعدة، large intestine اللي هي الأمعاء، خلينا نقول الكبيرة، شلون نقول الأمعاء الغليظة والأمعاء الصغيرة، okay الأمعاء الغليظة والصغيرة. هنا يقولون large intestine and small intestine هي الكبيرة والصغيرة، okay هاي وظائفها. وايضا يعني سوف تمشي سريع على خلينا نقول جهاز الانسان بس بشكل مو معمق، لانه انتم طب اسنان فلازم نركز على شغلات اللي خاصه بالاسنان. dental terminology، سنجي على dental terminology الاسنان، المصطلحات اللي تستخدم وشنو معناها dental. هي involves study of words and terms related specifically to the dental sciences، مجموعة من الكلمات والمصطلحات اللي تستخدم في علوم طب الأسنان. يعني مثلا سبيل نأخذ هذا المثال الأول، أو عفوا المصطلح الأول هو odontology أو morphology. شنو معناها؟ يعني على فكرة أنه أكو مرات الإنسان يخربط بين التوث والتيث، يعني مو الكل نخربط، بعض من الناس ممكن ما يعرف شنو التيث والتوث. التوث هو السن الواحد، فقط سن واحد،
اوكي بينما teeth هو الاسنان. So the study of teeth يعني دراسة الأسنان in general بصورة عامة شنو نسميها اللي هو odontology. Okay, while the study of tooth اللي هو دراسة السن الواحد form and shape okay الشكل مالته is termed morphology. يعني هالمصطلحات لازم تعرفها يعني ممكن تجي كسؤال يعني بالامتحان أو كتعريف يعني شنو اللي يقصد بالمورفولوجي وشنو اللي يقصد بالodontology. Okay. نا طبعا اللي راح استخدمه مثل ما ذكرت قبل شويه اللي هي المصطلحات اللي تفيدنا يعني حتى نعرف. طبعا تعريف الدنتست ما يحتاج انه يعني شنو نقول نعرف شنو الدنتست. مثلا classification of the human dentition okay ممكن نمر tissue structure of the teeth. ها طبعا اكيد بالصور لازم تكون موضحه شنو نقصد بالcrown شنو نقصد بالroot البولب اوكي مصطلحات يعني هواية وندرسها طبعا ان شاء الله بالمحاضرات الجايه. انواع التيث اوكي four types of teeth شنو ما شنو شنو اسمها اوكي شنو نقصد بالincisors القواطع البقيه ايضا نتطرق لها لاحقا وإن شاء الله يعني نكون ملمين بآخر شيء إنه حتى الواحد صار عنده يعني فكرة واضحة لشن الأسنان يعني. فإذا المحاضرات راح تقسم بالشكل التالي هي terminologies of teeth okay. بعدين السيرجري اللي ما موضح هنا بهذا الكتاب okay. شلون نسوي سيرجري شلون الأدوات المستخدمة هذا السيرجيكال involved شنو هذني كل واحدة شنو تستخدم اوكي بعدين اشكال مثل الفك العلوي شنو يتكون الفك السفلي ايضا فقرة مهمة جدا الطفل طبعا الانسان يعني الطفل يختلف عن البالغ مثلا عندك الانسان الاسنان اللبنية مثلا ايضا نحن اذا شفت مثلا milk teeth يعني مو مثلا اسنان حليبية اسنان لبنية يسموها اوكي وإن شاء الله ثانية مثلاً من تشوف wisdom teeth هذا نسميه يعني سن العقل مو سن الحكمة أوكي هذا فقط يعني للتوضيح حتى بالمستقبل إن شاء الله بالشرح تقول لك what do you mean by milk teeth أوكي فالتعريف إذن هذا بشكل مختصر يعني على المحاضرات إن شاء الله الجاية شلون نرتبها يعني مثل ما قلت terminologies surgical parts of teeth يعني إن شاء الله نأخذها بشكل موسع وسلس وإن شاء الله وياكم أنا يعني أي سؤال أنا إن شاء الله حاضر وتحياتنا للجميع إن شاء الله وأتمنى أن المحاضرة البسيطة تكون يعني تأخذ فكرة عن اللي شون ندرس اللغة الإنجليزية وأكو إن شاء الله ثاني قبل أختم المحاضرة مثلا يعني الشخص اللي مثلا خلينا نقول طالب طب الأسنان يريد مثلاً يعني مثلاً طالع برا ومثلاً يريد يدرس برا مثلاً خلينا نقول طبيب الأسنان اللي يشتغل برا لازم يكون ملم بهواي مصطلحات يعني مثلاً إذا أنت مريض مثلاً شلون توصل للطبيب إنه أنت عندك مثلاً خلينا نقول التهاب باللثة أو شلون تريد تسوي مثلاً تشيل سن العقل يعني لازم واحد يكون ملم بالمستقبل يعني فإن شاء الله يعني نكون وياكم جاهزين وأي سؤال أنا حاضر حاولوا تواصلوني على التليجرام او على خلينا نقول على الشانل ويا ريت شخص واحد مثلا يعني نلتقي به حتى يخبرنا شنو راي الطلاب وشنو اللي خلينا نقول اللي يفتهم او اللي ما افتهم المحاضره ونكون على تواصل ان شاء الله تحياتي للجميع.